رضيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حوار خفيف مواضيع تخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص ما تسأل عنا ياللي أجرنا اسأل عنا ياللي أجرنا أعمل إيه لك لنسى تحس بيني وبينك بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص على بالك يا مجنن الناس بجمالك امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك امشي ولا يكون على بالك يا مجنن الناس بجمالك يعجبني حسنك ودلالك يعجبني فيك نظرة عينيك بيني وبينك بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص بيني وبينك خطوة ونص لا بتسلم ولا بتبص أوبا أهلا 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 خير راحة بكل مشاهديها في كل مكان رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا عندنا النهاردة في أربعة شارع شريف وعندنا في الرستوران أكل حلو قوي قوي وست أميرة حسن منورة أهلا بيكي لك أميرة لك شريف أخبارك إيه؟ الحمد لله حلوة؟ الحمد لله عملنا أكل النهاردة عاملة النهاردة مكرونة فرن طاجن مكرونة فرن وعاملين معايا سلطة الكبدة وعاملين بقى الحلو لفائف الجلاش بالمكسرات والقرفة لفائف الجلاش أيوة. أهلا بيك أهلا منورة أهلا. بعد ما نخلص مع أميرة عندنا فكرة مش هقول عليها فكرة الورشة هي فكرة الزراعة عندنا حاجة أنا بحبها جدا أنا بحب الزرع قوي 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 وبحب بيتي يبقى فيه زرع وعندي جنينة كده فيها زرع بحب لما بقى في مود بالذات وحش ومزاجي مش رايق أنزل أقعد في الجنينة أقعد مع الزرع بتاعي كده أتكلم وعلى فكرة أنا بحس إن الزرع بيحس بيا ولما ببقى تعبان بحس إن الزرع تعبان ولما عيت قوي حسيت إن كل الجنينة تقريبا دبلت ففي كونكشن بيني وبين الزرع واعتقد لو كل واحد دقق في ده هيحس بده فالنهارده هنتكلم شويه عن النباتات والزرع ومعانا مؤسسه مشروع بذور بلانتنج هنا اش اهلا اهلا انا قلت الفاميلي نيم صح ولا غلط صح منوره اخبارك ايه ايه الحاجات الحلوه اللي جنبك دي ده انت جايبه جوه حاجات شفتها تجنن هنزرع الشارع بدأت المشروع ده ازاي؟ يعني هي ليها علاقة شوية بدراستي وانا كنت بحب اصلا
الفلاور بوكيتس والحاجات دي. انت بس لما درست ايه؟ انفايرمنتال اركيتكتشر وايربن ديزاين. يعني ايه بالعربي؟ يعني عماره بيئيه وتخطيط عمراني. اوكي. فلي شويه حاجات ليها علاقه بالزرع فهبقى اقول لحضرتك عليها. منورانا. اهلا وسهلا بيك. بعد ما نخلص معاها نلعب شويه رياضه. وكابتن طلعت منورنا النهارده ومعاك كابتن مغربي وكابتن بريزي. اهلا اهلا يا حلوين. ايه الحاجات دي؟ شفتنا؟ اخباركم؟ شفتكم منورين. ازيك يا طلعت؟ حبيبي عامل ايه؟ ازيكم يا اولاد؟ كله جميل. حلوين. هنتكلم عن ايه النهارده وهنعمل ايه؟ هنتكلم عن عدم التناسق ما بين الجزء اليمين للجسم وجزء الشمال. يعني اغلبيه الناس اللي بتبتدي جيم مش بيبقى عندها مشكله في انه لما بتيجي تلعب بتحس ان جزء من جسمها ضعيف عن الجزء الثاني. انا كده. ما هو ده فينا كلنا، يعني هو مش في حد بالاخص، هو الناس بتفتكر ان هو موضوع شخصي او حاجه هو العيب اللي فيه، لكن هو الموضوع فينا كلنا. عندنا نصنا اليمين كله مختلف عن الشمال سواء حجم او سواء قوه. اوكي. فهنتكلم عن الموضوع ده النهارده. هو ده. وانت عندك انهي ناحيه اقوى؟ الطبيعي الشمال. الشمال بيبقى اكبر شويه من اليمين. بريزي مغربي اليمين. يا انت عكس الناس في كل حاجه. طيب كمان مزازيكي منورنا النهارده ومعانا حسام حسني. اهلا يا حلوين. ازيك يا حسام؟ انا هدخل جوه لحد ما تخلص. لا لا ما تخليك زي ما زي ما منورين يا حلوين. الله يخليك. عايز بس اقول كلمتين للناس. النهارده يوم الخميس 17/9 ويوم 17/9 ده سنة 72 الساعة 4 زي دلوقتي أنا اتولدت، والسنة دي بتم 48 سنة، ويوم عيد ميلادي اليوم ده كل سنة معودت نفسي على كده إن أنا بقعد أفكر أنا عملت إيه في السنة دي، وبعد ما أخلص تفكير أنا عملت إيه في السنة دي أقعد السنتين ثلاثة اللي قبلها أفكر أنا عملت إيه، حققت إيه، أذيت نفسي، أذيت الناس، بسطت نفسي، بسطت الناس، أهلي راضين عني، أنا راضي عن نفسي، وأقعد يعني إيه أكتب كده، ومش بكتب في الورقة أنا بكتب في مخي، وأقعد أعمل زي إيه بيقولوا عليها كشف حساب كده لنفسي، أشوف أنا الميزان بتاعي في صالحي ولا ضدي. ونعمه من ربنا ان انا دايما بحس ان الميزان في صالحي. ممكن الناس تقول عليا مغرور ان انا بقول كده ويقول لي طب انت الناس اللي حواليك هم اللي يقولوا كده، بس هو في حاجه الواحد لما بيكون راضي عن نفسه، وكل واحد فينا على فكره بيبقى وهو بيعمل حاجه بيبقى عارف كويس قوي الحاجه اللي بيعملها دي صح ولا غلط، مش محتاج حد يقول له. فانا على قد ما بقدر على قد ما بقدر بحاول اعمل الحاجات الصح، بس بعمل حاجات كمان كتيره غلط في حياتي. بس الحاجات الغلط دي او الوقعات اللي الواحد بيقعها انا من وجهه نظري انها بتقوي بتخليه اقوى في حياته. وفي حاجه عايز اقولها ودايما بقولها للامهات، انا امي وابويا علموها لي من وانا في بطن امي زي ما بنقول، ان انا احب نفسي. دايما اهلي كانوا يقولوا لي انت لو ما حبيتش نفسك انت مش هتحبنا، ما انت ما بتحبش نفسك، ما اغلى حاجه في الواحد نفسه، نفسه روحه جسده. فالواحد لو ما حبش جسده، لو ما حبش روحه، لو ما حبش النفس اللي ربنا خلقها له، هيحب اهله ازاي؟ طب ما هو لو ما حبش اهله مش هيحب الناس اللي حواليه، مش هيحب المجتمع، مش هيحب اي حاجه، وهيبقى دايما شايف الدنيا ضلمه. فكان دايما يقولوا لي انت لازم تحب كل حاجه فيك، حتى الحاجات اللي الناس ممكن تعيب عليك فيها لا احبها، لانها دي خلقت ربنا، انت هتعمل فيها ايه؟ على سبيل المثال مثلا انا فاكر وانا قلت الكلام ده يمكن من قريب في البرنامج، وانا صغير في المدرسه التلاميذ او الزملاء كانوا يقعدوا يتريقوا على مناخيري، فانا كنت اروح البيت وابص في المرايه وانا شايف مناخيري كويسه، يعني ما فيهاش حاجه بتنفس منها، ودي اهم حاجه مش هم شكلها. وامي وابويا قالوا لي كده، قالوا لي انت مش تاخد نفس وتطلعه مناخيرك انت متضايق؟ قلت لهم لا. قالوا لي خلاص مش مهم شكلها، انت ما بتبص في المرايه مضايقك شكل مناخيرك؟ قلت لهم بصراحه لا. فكنت اروح بعد كده لما مثلا الصحابي يتريقوا على مناخيري كنت بقعد ابص لهم كده انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه. وحصل ان اول ما بدات واشتغلت مذيع، مش هقول اسمها، بس رئيستي او مديرتي في قناه من القنوات في بدايتي خالص اتريقت على مناخيري وقالت لي روح اعمل عمليه تجميل
عشان اقدر اطلعك. قلت لها لا انا مش هعمل عمليه تجميل، مش عايزه تطلعيني على الشاشه، ما تطلعينيش، انا مبسوط مناخيري كده. لما الواحد بيبقى عنده قناعه شخصيه بنفسه وسعيد بنفسه وبيحب نفسه بيعرف كل حاجه في حياته بعد كده تبقى سهله. يعني برضو هقول مثال اخر، لما مثلا جالي الكانسر والمرض اللي حصل ده وطلعت في نفس النقطه اللي انا واقف فيها دي، قلت انا عندي كذا 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 كذا، واتكلمت بكل صدق وكل امانه مع نفسي الاول قبل الناس، ده خلاني اقوى، ابقى قوي فاقدر اتغلب على المرض ده. وفي حاجات كتيره كده، زي ما سقطت قبل كده في الثانويه العامه واهلي ما عجبونيش، ما قالوليش انت هتقعد في البيت احنا هنحبسك كذا كذا، قالولي لا مش مشكله، ما نجحتش في الثانويه العامه هتنجح بعد كده. فلو في ال 48 سنه اللي انا عشتهم دول في فضل، اكيد الفضل ده بيرجع لاهلي وبيرجع ليا بعديهم، وبعد كده بيرجع جزء منه للمجتمع اللي انا عايش فيه. المجتمع اللي انا عايش فيه اللي هو فيه جزء منه اصلا مش متقبلني، وساعات ما بقعد اتفكر اقول هم مش متقبليني ليه؟ هم بيتريقوا ليه؟ هم بيعايبوا ليه؟ هل عشان انا مش لابس ماسك فلازم البس ماسك؟ هل عشان انا ما بمثلش على الناس وبقول الحلوه والمره وبتكلم براحتي فلازم امثل في الكلام واعمل مناظر عشان الناس تحبني؟ لما بقعد ده في شغلي، فبقعد افكر بقول لا 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 انا استحاله اعمل كده، استحاله البس ماسك عشان ارضي حد، لان انا اهم حاجه ان انا ارضي نفسي، لان انا لو ما رضيتش نفسي مش هعرف انام بالليل. في ساعات ناس كتيره تقولي يا اخي اتغير عشان الجمهور، يا اخي اتغير عشان الناس. بصراحه اللي انا بقوله من غير زعل بروح اعمل لهم زي كده اهو، يقول لي ايه ده؟ اقول لهم انا لو واحد بس هيحترمني وهيتفرج عليا ويبقى مقتنع بيا انا هشتغل لهذا الشخص، ولو ملايين مش مقتنعين ما يهمنيش، ما دام انا قناعتي الشخصيه من جوه شايف ان انا ما باذيش حد، ما بتنمرش على حد، ما بخونش حد، ما بكفرش حد، عندي حسن النيه في البشر، يبقى اكيد انا همشي مش هتغير. وربنا بيداني القدره دي، وانتوا كمان الجمهور بتاعي، لان انا مش عارف هو قد ايه، بس اللي هو دايما بيسبورت او بيدعم الشخصيه اللي اسمها شريف مدكور دي، فده برضو بيدي الواحد قوه. الكلام ده انا بقوله ليه اصلا؟ انا بقوله علشان كل اللي شايفيني دلوقتي ومش حابين نفسهم ومش مقتنعين بنفسهم وبيطلعوا غلبهم على الاخر، انتوا كده مش بتأذوا الآخر، انتوا كده بتأذوا نفسكوا، لأن انتوا مش فاهمين شخصيتكوا. لو كل واحد فينا فاهم شخصيته ورضي بيها ورضي بشكله ورضي بالرزق اللي ربنا كاتبه له هيبقى مرتاح جدا. ربنا ما خلقناش كلنا زي بعض، كل واحد فينا غير التاني، زي بصمة الإيد، أنا بصمة صباعي ده غير بصمة صباعك غير صباعك، كل واحد فينا عنده هنا بصمة جوه نافوخه مختلف عن التاني. مش هينفع كلنا نبقى أغنية، ومش هينفع كلنا نبقى فقراء، ومش هينفع كلنا نبقى شكلنا حلو، ومش هينفع كلنا نبقى ناجحين في كل حاجة، بس كلمة ناجحين دي هحط تحتيها 10,000 خط، لأن الحاجات التانية اللي قلتها دي مش هينفع كلنا نبقى زي بعض فيها، بس كل واحد فينا ممكن يبقى ناجح. الكناس اللي في الشارع هو ممكن يبقى ناجح جدا ويبقى مميز لو قعد أتقن شغله وكنس الشارع بجد صح بحب وشايف نفسه ان هو بيعمل حاجه مهمه. يعني انا مثلا في ناس هم الزبال، هو احنا ممكن نعيش على فكره من غير المذيعين دي كلهم والاعلاميين دول، بس مش هينفع نعيش من غير الزبال، مش هينفع. فهو عندي انا كشريف هو ليه احترام زيه زي احد تاني، لان انا مش هقدر اعيش من غيره. لو كل واحد فينا قعد بص للاخر ان انا على فكره ده انا ما اقدرش اعيش من غيره، لو عشت من غير الراجل اللي بيلم لي الزباله ده انا مش عارف اعيش، الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ لو ما وكذا 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 وكذا، لو كل واحد فينا بص للاخر نظره فيها احترام صدقوني الحياه هتبقى لونها وردي. تعالوا بقى نشوف حسام هيغني لنا ايه؟ هتغني ايه يا استاذ؟ اولا كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وعقبال مليون سنه. ميرسي يا حياتي. دلوقتي احنا هنقول اغنيه للاستاذ عاصي الحلاني الفارس. حبيبك. هنقول له مالي صابر يا ناس. يلا بينا. يلا. نسمع الاغنيه دي بعديها ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم فارس ترا مع اميره، خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. ما
مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في برنامج شارع شريف مع الاعلامي شريف مدكور، والذي يذاع الساعه الرابعه مساء بتوقيت القاهره. اربع شارع شريف، عنوان حب وسعاده فاخر وزياده. اربع شارع شريف، معلومه سهله وخفيفه بطريقه جامده وبسيطه، حاجه تغير مانيفيك. J'ai 6 ans aussi. Pardon aussi? Ok. اثبت. احنا اللي وصلني واحسن يا ديلي، احنا اللي وصلني واحسن يا ديلي، احنا اللي وصلني. بصوا للكاميرا. هوايا انت قاعده معايا، عينيكي ليا مرايا، يا جمال مرايه العين. انا اهو ما تيجي عندي والله يا بس اهو. معايا ولا مع ماما؟ مع ماما. لا معايا والله. مع ماما. لا معايا انا والله. مع ماما. لا ماليش دعوه والله. مع ماما. طب احضني ماما. لقيت الصبا ولو ما انتش بعيد. منى يا منى يا حلوه يا منى، منى يا منى. انا يعني واخده ال 24 ايراد بسمعي ما شاء الله. و على رضاك انت على جميله قوي. قولوا لي 1 2 3 كل سنه وانت يا يابا وانت طيب. بلاش عشان بابا بيتفرج. لو مسكنا الخاتم يا مستر شريف وعملنا 1 2 ثلاثة هيتحول للعملة والخاتم لسه في صباعك. أنت كنت قلعه؟ أه كنت قلعه. يعني أنت تعرف تقلع أي حد أي حاجة؟ أي حاجة. عجبتك أوي. وأنت وأنا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا. شريف مدكور. لا لا هو هابي مفاجأة. كل سنة يعملوا لي مفاجأة في عيد ميلادي. حبايب قلبي، كرو برنامج بتوعي، أسرتي الغالية اللي أنا بحبهم جدا وبحترمهم جدا، واليوم كده معزة كبيرة مهما قلت. والنهارده لابس القميص اللي جوهري جايبه لي. صوروا لي التورتة دي، وأنا بحب الصورة دي، دي آخر صورة اتصورتها. وميرسي ميرسي على الكليب الحلو اللي أنتوا عملتوه. أنا دايما أنا في البرنامج هنا بتدخل في كل حاجة، بس الحاجات اللي ليها علاقة بعيد ميلادي ما بتدخلش فيها. فميرسي على التورتة تجنن، ثانكيو، وأنا كلها كلنا مع بعض. وميرسي على الصور الحلوة اللي أنا مش عارف أنتوا جبتوا صوري منين يا مؤمن، يا مؤمن يا بروديوسر، أنت جبت الصور دي منين؟ ها؟ والله أروبا يا أروبا يا أروبا. ميرسي جدا، وربنا ما يحرمني منكم بجد. أنا عايز أقول حاجة، معلش أنا عم عيد ميلادي بقى فأتكلم براحتي. أنا من الناس اللي ممكن يتقال عليهم نعمة وفضل إنهم نجحوا في شغلهم. ونجاحي في شغلي ده، أنا دلوقتي بقالي 2 داخل على 23 سنة بشتغل مذيع. لو أنا
كنت مذيع شاطر مختلف مجتهد، كل ده قبلي انا يرجع للناس اللي بتشتغل معايا. هعيط. كروه البرنامج بتاعي انا بعزهم عزه خاصه جدا، زيهم زي العيله عندي. فغني يا حسام بقى عشان انا مش عارف اتكلم. غني الاغنيه اللي انا بحبها، يلا. مزيكا. مالي صبر على النار والنار تاكلني والجسم ناحل صار ما عاد يحملني. مالي صبر على النار والنار تاكلني والجسم ناحل صار ما عاد يحملني. شد القلب يا خي لا يقتلك حبك، ما القلب مكوي كي قلبي على قلبك. شد القلب يا خي لا يقتلك حبك، ما القلب مكوي كي قلبي على قلبك. يا طيور بالعالي حنوا على حالي، يا طيور بالعالي حنوا على حالي. مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي للغالي ودوني. مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني، مطرح ما هو الغبال لو باست عيوني. مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني، مطرح ما هو الغبال لو باست عيوني. يا طيور بالعالي حنوا على حالي، يا طيور بالعالي حنوا على حالي. مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي للغالي ودود. مالي صبر يا ناس. اوبا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. يا أهلا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة نحب يحب يشارك بيها معنا، خشونا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، أهلا وسهلا بيكم. كمان ممكن تشاركوا معنا على الإنستجرام شريف مذكور تي في، أهلا وسهلا بيكم برضه. الواحد كده جسمه أشعر من الحب اللي الواحد بيحس بيه، والله حاجة جميلة جميلة جميلة. والنهارده بهذه المناسبة الست أميرة حسن منورة. ازيك يا أميرة؟ أول حاجة كل سنة وأنت طيب. طيبة يا حبيبي. هابي بيرثداي. تسلمي من كل شر ودايما معايا. عقبال كل سنة يا رب. يا رب دايما منورانا. حبيبي. أخبارك إيه؟ الحمد لله. حلوة؟ حلوة. الأكل كويس؟ جميل. عاملة سفرة حلوة وعاملة لنا أرينجمنت حلو كده، أشكرك عليه. احكي لي بقى عشان مش فاهم حاجة. ده طاجن مكرونة فرن بتاع المحلات كده بتاع الكشري، اسمه مكرونة فرن. ده هو مكرونة، يعني المكرونة لوحدها وال لا بيستووا مع بعض. أنا أول مرة أشوف بيبقى طبقات كده. أول مرة أشوفه. لا بيبقى طعمه تحفة على فكرة. بيتعمل كمان بالفراخ وبالكبدة. بيتعمل في المحلات كده؟ محلات الكشري، بيبقى الكشري وطاجن، هو الطاجن الفرن ده. أنا بشتري كشري بس عمري ما لاحظت. هو ده؟ هو ده. حلو. وده إيه ده بقى؟ ودي سلطة كبدة. سلطة كبدة. ودي ايه؟ سلطة كبدة برضه. برضه؟ برضه. وده ايه؟ وده رول جلاش بالمكسرات والقرفة. ده حلو. صنف حلو. طيب عايزة تبتدي بايه؟ نبتدي بالمكرونة. يلا. مقادير المكرونة يا اولاد. أول حاجة كيلو إلا ربع لحم مفروم، بصلة متوسطة مفرومة، نص كيلو طماطم معصورة، معلقة كبيرة صلصة طماطم، ربع معلقة صغيرة سبع بهارات، كيس مكرونة قلم، فلفل رومي وحار حسب برضه ما احنا عايزين، وزيت وملح وفلفل. اوكي. كالعادة احنا مسخنين الوك بتاعنا. ما قلتليش مبروك على القميص انا لابسه. جوهري جايبهولي هدية عيد ميلادي. جميل يا جوهر، اسلم ايدك وانت محليه اكتر. على فكرة انا كل سنة بلبس يوم عيد ميلادي حاجة جوهري جايبها لي. بقيت خلاص عادي. يا بختك يا جوهري. والله. يا بختك يا جوهري. ده محدد. والله ده بجد اصلا. الصدفة ولا انت تقصد؟ لا هو دايما يجيب لي قبلها بيومين، هو ده جابهولي من كام يوم وقال لي عايزك تلبسه في عيد ميلادك. قلت له طيب. مش عارف عامل لي في عمل ولا ايه. يا بختك يا جوهري.
بصوا اللحمه بتاعت الطاجن هنا متعصجه عادي ببصلايه زي ما هي كده شفافه، وبعد كده بنحط اللحمه ونقلب فيها لحد ما لونها يتغير، ونحط ملح وفلفل ورشه قرفه. طب يلا نحط اللحمه. لا ما خلاص دي مستويه. اه خلاص مش عايزه دي انت؟ لا هقول لك دي الصلصه بقى بتاعت المكرونه. دي مش اللحمه متعصجه، سوري. اللحمه خلاص متعصجه فاحنا هنعمل بقى الصلصه دلوقتي. كده هتفهم دلوقتي احنا دي بنسوي فيها المكرونه. الصلصه دي بنسوي فيها المكرونه. بتسوي فيها المكرونه مش بتسلقي المكرونه؟ لا. بقيتي بكام بجد؟ اه والله. تتحط نيه. لا قولي من الاول حطيتي ايه من الاول خالص؟ بصله شوحتها لحد ما بقت شفافه. وبعدين؟ بعد كده حطينا عليها طماطم وصلصه طماطم. وهنحط بقى البهارات. نيه حطي البهارات. نيه المكرونه هتتحط نيه. ده انا يتهيألي الايطاليين ما فكروش يعملوها بالطريقه دي. بتبقى تحفه لانها تبقى شاربه من كل الصوص بقى. دي اكيد تجنن مش تحفه. بتبقى طعمها حلو جدا فعلا. خلاص هنزود بقى ميه لان احنا المكرونه بتاعتنا بتستوي هنا فلازم يكون في سوائل تسوي مكرونه. ما انا بقول كده برضه. ماشي. خلاص كده هنسيبها تغلي غلوه واحده. دي اكله مصريه تحفه على فكره. طبعا. يعني اكله شارع، الاكلات بتاعت الشوارع وبتبقى رخيصه جدا. اكل الشارع بتاعنا يجنن. هنحط بس رشه بهارات. رشه بهارات ده ايه؟ سبع بهارات. ماشي. نسيبها تغلي ونقول سلطه الكبده ولا نستنى نحط المكرونه؟ لازم نسيبها تغلي؟ طب يلا عشان المكرونه ما تعجنش. سلطه الكبده يا ولاد. المقادير. مثل المقادير يا جوهري. المقادير يا استاذ جوهري. نص كيلو كبده مكعبات، بصله صغيره مفرومه، فص ثوم مفروم، كوبايه لسان عصفور محمر، كوبايه طماطم معصوره، معلقه صغيره صلصه طماطم، فلفل حار، رشه كمون، رشه كزبره، زيت وملح وفلفل. سلطه الكبده دي بتتباع في محلات كده برضو مشهوره، وبتبقى طبق جانبي جنب الكبده اللي بالرده، هي بتتقدم كده بالطريقه دي. بنعمل ايه بقى؟ بصلايه صغننه خالص خالص مش كتير، يعني معلقه مثلا كده من غير لا احط زيت، معلقه زيت صغيره عشان احنا مش عايزين يكون فيها دهون كتير لانها سلطه. البصله برضو بصوا هي شفافه كده مش هتاخد لون ولا حاجه. احط بقى فص الثوم ده فص ثوم واحد بس، ولسان العصفور متحمر يعني متحمر بس طبعا لوحده، وبعد كده هنكمل بقى مع بعض. الكبده لو سمحت بتعملي حاجات حلوه قوي. طعمها حلو قوي، ريحته كمان تجنن. نفس هو ده النفس بصراحه. هنحط الكبده وهحط عليها رشه ملح وفلفل، رشه فلفل اسود. انت عارفه مسابقه الطبيخ اللي انت كنت معايا فيها بسببها بقيتي معايا؟ طبعا. من اول مره انا قلت دي اللي هتكسب والله. واللجنه التحكيم بقى ايه كانوا متخانقين، كان في اختلاف. انا عارفه وعارفه مين اللي كان ومين اللي كان لا، كلهم قالوا لي، كلهم اعترفوا. الكبده استنى بس تغير لونها. لان ساعتها وهي بتشتغل اكلها حلو وسريعه ولازم اللي يطلع على الشاشه لو هيتثبت في مكان لازم يعمل شويه كاريزما، يعني يعرف يتعامل مع الشاشه. وعايزه اقول لك حاجه كمان، انا ما كنتش ببقى حاسه باي حاجه بتحصل في الحلقه. كنت بشوف اللي بيحصل اما بتفرج على الحلقه يعني. وانا هناك مش شايفه حاجه غير المطبخ بتاعي والبوتاجاز. كنت مركزه تركيز رهيب والله فعلا. كانوا يقولوا لي ده حصل كذا، اقول لهم ما شفتش ما سمعتش، مش شايفه ولا سامعه. اشوف بقى واسمع لما الحلقه تتعرض. خلاص الكبده غيرت لونها، هحط بقى لسان العصفور المحمر، ما بيبقاش مقدار كبير زي ما انتم شايفين كده لان هو بينفش. طب احط ايه هنا مع دي؟ غليت احط لها ايه؟ دي هنحط المكرونه تغلي غلوه واحده، دقيقه واحده بس اكون انا هنا اكون هي غلت. بصوا المكرونه اهي، ابعدي انت عشان المقصف اهي. احطها كلها؟ حط ثلاث ارباعها بس عشان السوائل تبقى قدها، بس كفايه كده. ونقلب خلاص كده. السلطه الكبده ممكن نحط عليها فلفل الوان لو حد يحب، ممكن نحط عليها فلفل حراق. بلاش فلفل، عايزه تحطي حطي فلفل. عيد ميلاده النهارده فلازم نعمله كله. لا يعني انا ما بحبش احط الفلفل الالوان ده، بيبوظ طعم الاكل. طيب رشه كمون صغننه. عايزه تحطي فلفل اخضر بتاعنا. هو في فلفل اخضر. فلفل روم هاتيه. ورشه كزبره صغننه. ليه فلفل الالوان ده ولا دي اي نعنه؟ تمام انا موافقه. وبعدين نحط هنا ميه ولا نحط وبعدين ايه؟ هنحط وبعدين العصفور هيستوي ازاي؟ هيستوي برضو؟ يخرب عقلك. تحطي ميه؟ ونحط صلصه ونحط شويه ميه صغيرين. لان انا مش عايزاها تكون فيها سوائل، هي تبقى مفلفله زي الرز كده. فمش هنحط سوائل كتير.
بس وهنقلبها وهنسيبها بقى 10 دقايق لحد ما تشرب كل السوائل اللي احنا حطيناها دي. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ إيه؟ هقول لك حاله، دي خلاص كده هي غلوه واحده بس. هتبقى تغلي وبعدين ايه يحصل؟ فهميني. ما خلاص هنشيلها، هقول لك اهو دلوقتي. اه نكمل بقى هنا. دي طواجن مش عارفه المونيا ولا ايه. المونيا؟ اه بتتباع في حته جنب باب الشعريه كده، رخيصه جدا. انا بحب مش عارفه 15 او 20 جنيه. غالي؟ لا خالص، ليه 100 استخدام. طب ايه هتعملي ايه بقى؟ هدهنه زيت، عايزه فرشه، ونشيل دي عشان مش عايزاها تستوي. المكرونه بصوا غلوه واحده بس، ما كملتش دقيقه على النار. نشيل الحاجات دي عشان نعرف نشتغل. بقول لكم ايه، اللي ما يلاقيش البتاع دول يجيب صفيح السمنه. في الطاجن الفخار بتبقى حلوه جدا على فكره. اه الطاجن الفخار برضه. والصينيه الالومنيا على قد على قد المقاس كده، بس هحط النار عليها. دي وطي النار عليها وخلاص، هي كده هتتشرب وتبقى خلاص استوت. هندهن كده الطاجنين عشان يساعدنا واحنا بنقلبه ما يلزقش. الطاجن ده او طاجن فخار او صينيه الومنيا براحتكم خالص، وكمان على حسب اللي انتوا عايزينه. ده بقى هو ميزته ان هو بياكل فرد واحد. المقاس ده بياكل فرد واحد. ندهنه كده زيت. خلاص ده؟ اه خلاص. وعايزه معلقه. بصي اللحمه المتعصجه. برافو عليك، برافو عليك. تحت نحط اللحمه المعصجه وعليها المكرونه اللي ما استويتش بالصلصه بتاعتها. ايوه يقوموا بقى ايه دي. يقوموا شاربين من بعض كده. لا لا ده اختراع، انا اول مره اشوف البتاع ده. على فكره بجد طعمها حلو، لا انت لو جربتها حتى بتتعمل بقول لك بالكبده. اكيد طعمها مش حلو، طعمها يجنن. اللي انت بتقوليه ده حلو. بتملي دي ميه بقى ولا ايه؟ لا لا آه إيه؟ كبشه. هشيل دي. الله عليك يا سيدي. اللحمه بقى بتشرب من الصوص بتاع المكرونه اللي هينزل عليها، هي لسه فيها سوائل اهي ما نشفتش. والمكرونه بتشرب برده الصوص ده خالص لحد ما تستوي، والاثنين بقى بيشربوا من بعض. اول ما تخش الفرن تقريبا ربع ساعه، المكرونه ما بتاخدش وقت. وبعد كده نطلعها ونسيبها مثلا بتاع 5 6 دقائق كده تمسك في نفسها، عشان لما نقلبها تبقى ماسكه نفسها زي التقديم اللي هناك دي. كل ده هنحطه. برافو عليك، اي لاف ات. خلاص كده خلصتي ده؟ اه ما نملاهوش على الاخر لان المكرونه هتزيد. ايوه بالظبط. مفيش ميه؟ ما نحطش ميه؟ لا لا لا. وبعد كده هنغطي. الفرن قد ايه؟ نخش ربع ساعه بالظبط. الفرن تطلع زي اللي هناك دي؟ تطلع زي اللي هناك دي. في واحده بقى انا عايزه اوري الناس لما تتقلب بتبقى ماسكه نفسها ازاي، متماسكه وسهله جدا في القلب. يا رب بس ما تكسفناش وتتقلب. اثنين الطبق ده كويس؟ هجيب لك طبق اكبر شويه صغير قوي. اوكي ينفع الطبق ده؟ ماشي خدي. احنا ممكن نقدم واحده بس. ماشي ماشي، واحده وانا واحده. اه ماشي انا موافقه. استنيني. تمام استناك. وسلطه الكبده على النار ريحتها مفحفحه. واحد اثنين اب. ايه ده انت ما استنيتنيش؟ انا استنيتك وانت ما استنيتنيش. بس مش هفتحها بقى، نشوف مين اللي بتاعته هتبوظ ومين مش هتبوظ. يلا اعمل كده. يلا يا باهر. يلا يا اختي. واحد اثنين ثلاثة. لا استنى استنى عشان ما تسيبناش. ما رجبش فايدة التطبيق. اهدى. انت لا وانت لا. لا تعملها لك، اعملها اعملها من الجوانب وبعد كده خبطها. ها؟ هقول لك اهو. اهو. اه. مش فهمت. ماشي يلا بينا. باهر اخبط خبطه كده من عندك. هتحس بيها الطاجن بقى خفيف. برافو. حلوه اللعبه دي. ايه رايك؟ الله. في بقدونس هنا نزين بيه. لا بقدونس ليه؟ هي كده حلوه. بلاش الوان وحاجات. فيري نايس انجيد. ايه رايكم؟ طلعت بقى تحفه اهي وبتستوي وفي الصوص. لا اميره طلعت بتفهم وبتعمل حاجات حلوه يا ولاد. عامله لي تورته عيد ميلادي مكرونه باللحمه المفرومه. ماشي هسمعك اغنيه. اوكي يا ريت. بس احكي لنا انت عملتي ايه كده لغايه ما استاذ حسام يجهز. عملنا طاجن مكرونه فرن بتاع المحلات باللحمه المفرومه، وعملنا كمان سلطه لسان العصفور اللي هي خلاص هي قربت تستوي فاضلها 5 دقائق. بتتقدم بارده بقى دي، بتتقدم بارده. انا طفيت النار. لا لسه شغاله. والله طفيت. امال بتغلي ازاي؟ طاسه سخنه؟ اه. اوكي. يا حوسو. يا مساء الجمال. ازيك يا حوسو؟ الحمد لله زي الفل.
اقفل الباب يا سيد. كلنا لابسين ازرق النهارده. استني بس بخلص عليهم. يا سيد تعالى اقول لك حاجه، اطلع اطلع ما تخافش، محدش هيتكلم معاك. عشان انا بحب سيد ده قوي، معانا هنا من ضمن قطره اربعه شارع شريف وبعز له معزه خاصه. وهو برج العذراء زيي عشان كده بموت فيه. I love you يا سيد يا قمر. يلا ميرسي. ايه يا حوسو؟ ايه يا حبيبي؟ يا مجانس. يا مجانس. لسه شويه لسه. لا لا مجانس. شويه كده. يا مجانس. ابتدى بقى يجيب قمصان ضيقه وشويه شويه هيلاقيه جاي لي بهوت شورت. عايز تغني ايه يا حياتي؟ دلوقتي جه ميعاد بقى اكتر اغنيه بيحبها شريف مذكور. ايه؟ للست ورده. ايه؟ كمل. ايه اكتر حاجه انت بتحبها الورده؟ للست ورده؟ لا انا بحب كل اغانيها بس طبعا في اغنيه بحبها لولا الملامة. ايوه هي لولا. شطوره يا حوت. غني لي يا حوت. يلا بينا. وفرقتي مزازيكي اعزفوا لي يا مزازيكي. يا سلام يا سلام. مزيكا يا اولاد. يلا. ناحي على الهوى زي اليابابة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرت جناحي على الهوى زي اليابابة وأطير وأقرف رب الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأقرف رب الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية يا عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة من الملامة بنحب يا ناس نكتب لو
انا حدش بالدنيا ما حبش والدنيا ناس من غير الحب ما تنحبش من غير الحب بس نحبش حتى الليمين زي العشقين لكن الليمين تايهين تايهين لولا الملامة يا هوا لولا الملامة لا فرد جناحي عالهوا زي اليمامة لولا الملامة يا هوا لولا الملامة لا فرد جناحي عالهوا زي اليمامة وأطير وأرب رب في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرب رب في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمر كفاية عمر اللي انقضى وأنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأعمل ملامة أوبا أيوه بقى كده بقى أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا سلام يا سلام هنعمل بقى دلوقتي حلويات عشان كل مشاهدينا الحلويات الحلوين ايه بقى يعني هنعمل جلاش جلاش يعني اللي بتقف الجلاش بس انا بس ادور على انا بحب الجلاش يعني ادور على هي راحت فين اميره مش لاقيه الورقه لا انا كنت حاطه مين شالها مش مشكله بقى هتنزل على الشاشه وحاولي تقريها طيب اوكي يلا. انا موافقه يلا ورونا نظرها ايه شايفه حاجه شايفه الحمد لله ده مش شايفه ولا حاجه لفه جلاش هنقطعها شرايح مكسرات مشكله معلقه صغيره قرفه كوبايه سمنه كوبايه لبن بس كده صح يا قروبه في شربات يا قروبه 2 كوبايه سكر كوبايه ميه عصير نص ليمونه وفانيليا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا لله. بالله الحمد لله الله يحرسك النهارده الخميس 5 وخميسة في عين العدو ايوه ايه ده جوزك قاعد ورا بصي مبسوط ازاي فخور بتشوف كل حاجه اوعى خلي بالك لا لو عارف اول حاجه عندنا هنا صعب عليا صعب عليك يا شريف ليه كده ليه ده انا كيوت اقول كيوت لا يكون فعولا والله كيوت قولي على فكره برج الثور ده ما فيش اغلب منه والله برج الثور وجوز البرج ايه جوزاء بيقعد برج الثور ده بيقعد يتكلم بعد كده تلاقيه بقى ناسي اصلا هو قال ايه انت بتنسي لا قصدي يعني ان هو غلبان يعني صح يا حسام؟ هو انت غلبان؟ اصل حسام هو حسام ده غلبان؟ نهار احوش حد يساعدني يا جماعه في مين هنا؟ مفيش حد هنا برج الثور؟ مفيش اطيب من برج العذراء طبعا كل واحد هيدافع عن نفسه اكيد مش انا طيب؟ جدا نعم يا اختي جدا انا قلت حاجه بقول جدا نعم يا اختي جدا واحساس بقى لطيف ان الواحد ابتدى عداده هيقلب ليه كده؟ ليه بعد الشر؟ هو دي حاجة وحشة العداد الحقيقي هي لو عشنا يعني كمان سنتين هبقى 50 هو حد عارف هيعيش قد ايه؟ ما انا بقول لك العداد يقلب يعني 50 40 أيوة انا فاهمة قصدك انت عدادك هيقلب امتى؟ انا في الثلاثينات ايه هتبقي 40 بعد 10 يعني؟ اه لا لسه فاضل لي 7 سنين 33؟ 7 سنين انا 86 يبقى كام سنة 4 ولا 3 هو مش مشكلة بقى لسه بقى ما بتكسفش اقول على فكرة ما بتكسفش خالص قطع البتاع ده هو ده ماشي حلو؟ لا ده هو الرول زي ما هو سليم هنقطعه كده زي ما هو ملفوف برضه عشان يسهل علينا ده احنا كبرنا يا جوهر داخلين على 50 يا اخويا هو انا 86 يا ابي انا ابي بتيجي تقول يا ابي بعد كده ابي شيرين لا 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 ماشي انا يعني انت بتضحك ضحكه عواجيز كده ليه يا بنتي يا بنتي يا بنتي هو مش هصبغ شعر عشان ندير على ومش هنصبغ شعر صح على فكره جوهري؟ طلع اساسا دلوقتي الشباب الصغيرين بيصبغوا شعرهم ابيض ومش هنزرع شعرنا يا جوهري صح ومش هننفخ ولا نحقن يا جوهر كده حلوين بصوا هنفتح بقى كده نقول من النص يا اخويا ده هم بيجوا لنا دلوقتي فعلا ايه بقى انا قطعت الرول كده بفتحه عشان يبقى سهل عليها زي رقائق السمبوسه كده يبقوا تحت بعض فانت عملتي رول قسمتيه ثلاثه وفتحتيه كده ايوه بالظبط انا عايزه فرشه اهي هتدهني سمنه هنعمل ايه هندهن سمنه ورقه برضو لا ورقتين لان احنا
لا ما انا مش هعمل كل ده اكيد، احنا هنوري الناس كده عينه وبعد كده هما بقى يكملوا براحتهم. وانت بس انا عايزه اقول لك الساعه كام؟ لا انا ضحكت عليك وانت بتقول كده لان ازاي عارف انت اتولدت الساعه كام؟ مكتوب. لا ما اهلي انا اتولدت الساعه كان يوم الاثنين الساعه 4 الظهر. واللي انا اعرفه ان انا اتولدت في رمضان. والله؟ اوكي. لا انا اتولدت قبل رمضان. ده اللي انا اعرفه. كنت في السعوديه ما كنتش هنا. انت اتولدتي في السعوديه؟ عندي شهادتين ميلاد. معاكي الجنسيه هناك بقى ولا بيدوهم؟ لا بيدوا الجنسيه للي بيقعد هناك 14 سنه متواصلين من غير ما يخرج من البلد. وانت ما عدتيش طبعا كده؟ لا كنا بنيجي بقى كل سنه هنا اجازه. فانا عندي شهادتين ميلاد، شهاده ميلاد سعوديه وشهاده ميلاد مصريه. العفو يعني. بصوا هنلف ورقتين ورقتين، هنحط كده معلقه. المكسرات دي على حسب ما انتوا عايزين، ممكن يبقى سوداني بس، ممكن يبقى جوز هندي وزبيب، ممكن يبقى اي اختيارات زي ما انتوا عايزين، بس هنحط عليها رشه قرفه. انا سوها عليا. ماشي يا سوها. اه وهنحط حته هنا عشان احنا ما حطيناش هنا لان هي الوصفه اصلا بالقرفه. هنلف كده رول. اه وبعدين هنغطسها في السم. لا مش هغطسها، هندهنها بس على الوش وهنروح حاطينها في الصينيه. فهمت. المدهونه. انا هنا جايبه فستق ولوز وعين جمل. تحمر الجلاش ما بياخدش وقت، ونخلي بالنا منه جدا عشان بيتحرق في ثواني. طب خلاص الاكل في كده كفايه. طيب وبعدين. ايه بقى اللي هيحصل؟ هتخش الفرن. هنولع عليها من تحت خمس دقايق او على حسب فرنكم، بس دايما تراقبوها ما تسيبوهاش وتمشي خالص. وبعد كده هنولع عليها الشوايه، تحمر من فوق، تطلع بقى من الفرن هي تكون سخنه والشربات بارد، شربات تقيل زي شربات القطايف كده، ما بيبقاش خفيف. نسقيها بيه. ونسقيها بيه. اللبن ده. ما انا هقول لك اهو، الاول نسقيها بلبن بس ما نغرقهاش، يعني تكون اللبن واصل لحد بس الطرف. حاجه بسيطه كده. اي لبن في الصينيه؟ بعد ما يطلع من الفرن. الله. وبعدين؟ نحط لبن. لا اللي بيحبها طريه. وهي سخنه. انا بحبها وهي سخنه، اللي بيحبها طريه يحط لبن وبعد كده يحط شربات، الاثنين مع بعض في نفس الوقت ويكونوا الاثنين باردين وهي سخنه. فهمت. اللي بيحبها بقى مقرمشه مش هيحط لبن وهيحط شربات بس. وانت بقى تتصفى بقى. لا هي بتشرب بقى كل الشربات. والله باللبن. بس احنا مش هنغطيها بالشربات، مش هنغرقها يعني بالعقل يعني. طيب. بس كده. والله شرفتيني من انستينا. انا مبسوطه جدا. حبيبتي اهلا بيكي. اهلا اهلا. معاكي اغنيه حلوه. اوكي موافقه. يا حوسو. ايوه. لسه حسام ما جاش معلش، بيغير بيغير. ساعدوه يساعدكوا ربنا. احكي لنا سفرتك فيها ايه؟ عملت النهارده طاجن مكرونه فرن باللحمه، وعملنا كمان سلطه كبده، وعملنا الحلو لفائف الجلاش بالمكسرات والقرفه. اوكي ثانك يو. ميرسي ميرسي. ورينا كده. ايه ده ليه غيرت القميص؟ لا هو هو والله غير لونه غير كده. لا لا كان لونه بامبا مسخسخ من شويه. كانت الحلقه اللي فاتت. كانت اوكي. هتغني دلوقتي؟ جاني الاسمر. جاني والله ست عتاب. طبعا الله يرحمها، كنت بحب الست دي جدا. وبعدين قصه حياتها كده كانت ماساويه جدا، كانت صعبه عليا. طيب نسمع جاني الاسمر، وتحيه لكل السمر حبايب قلبي والسمار يعني الجمال كله. وبعديها ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع هنا قش مؤسسه مشروع بذور بلانتنج. هنشوف نباتات تعيش جوه البيت حلوه هتعجبكم جدا. يلا بينا يا اولاد. ميرسي يا اميره. ميرسي. تبقي تعالي دعي. حاضر. مزيكا. جاني الاسمر جاني وابتكر زماني، جاني الاسمر جاني وابتكر زماني، بعد ما نساني جاني. وجاني الاسمر جاني وابتكر زماني، جاني الاسمر جاني وابتكر زماني، بعد ما نساني جاني. لما كيف طب وراك جاي نادم على الفراق، لما كيف طب وراك جاي نادم على الفراق، جاي يذكرني بحنين اللي نسيته من سنين، جاي يذكرني بحنين اللي نسيته من سنين. لما كيف طب وراك جاي نادم.
نادم على الفراق لما كيفه طب وراك جاي نادم على الفراق جاي يذكرني بحنين اللي نسيته من سنين جاي يذكرني بحنين اللي نسيته كان الاسمر كان وافتكر زماني كان الاسمر جاني وافتكر زماني بعد ما نساني جان. ايوه بقى يا هلا يا هلا. اربعه شارع شريف اربعه شارع شريف اربعه شارع شريف الله. انا بحب الزرع والزرع بيحبني. لا انا بهزرش، انا بحب الزرع والزرع بيحبني. انا بحب اتعامل مع النبات وبحترمه وبحس ان هو بجد حاسس بيا، بما ان انا شخص بيحب النباتات وبيحب الحيوانات وعندي في بيتي زرع كتير قوي وشجر وعندي حيوانات كتيره كمان، فالتعامل مع الكائنات دي بيديلك طاقه ايجابيه غير عاديه. وسعيد جدا النهارده يوم عيد ميلادي وان اربعه شارع شريف يبقى مليان زرع طبيعي، لان انا ماليش في الزرع الصناعي، بس احنا بنضطر في الاستوديو نحط زرع صناعي عشان الاستوديو ما فيهوش شمس وما فيهوش هواء والكلام ده، فبنضطر نحط زرع صناعي. فالنهارده لقيت زرع طبيعي مالي لي الشارع يوم عيد ميلادي، حسيت ان السنه سنه خضراء، وانا من النوع اللي بيتفائل، فالسنه يا رب تبقى خضراء مش عليا انا بس، على كل اخواتي في الانسانيه. ولما اقول اخواتي في الانسانيه يعني كل الناس اللي عايشه على هذا الكوكب، اللي معانا عايشين واللي رحلوا واللي جايين، يا رب كل حاجه تبقى حلوه. معايا النهارده ضيفه لطيفه هاديه رقيقه زي الزرع الحلو اللي جايباه، خلينا نتعرف عليها ونعرف المشروع بتاعها. المشروع بتاعها اسمه بذور بلانتنج، هي هنا قش. قش ولا قش؟ قش. قش. ازيك يا هنا؟ الحمد لله. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني ايه قش؟ مش عارفه. هو اسم العيله. اسم العيله كده؟ مش تسالي طيب معناه ايه؟ ما عندناش. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت دارسه ايه؟ انا بدرس يعني لسه بدرس عماره بيئيه وتخطيط عمراني. انت لسه في الكليه؟ اخر سنه 22. بجد؟ اوكي. فهو دراستي ساعدتني صراحه كتير قوي في ان انا ابتدي ادخل في الموضوع، ان هو مش زرع بس بيتحط وان انا مستنيه ان انا اخد منه طاقه ايجابيه بس، ومن غير لما اشوف هو نفسه هيبقى محتاج مني ايه. فهو يعني بذور بلانتنج احنا بنفوكس اكتر على الاندور بلانتس، علشان اللي جوه البيت. بالظبط. قولي بالعربي. حاضر. اللي جوه البيت، لان عاده الناس في جناين وفي بلكونات، فتعودنا ان الجنينه هنزرع فيها والبلكونه هنعلق فيها زرع، لكن ما عندناش قوي فكره ان احنا جوه البيت نبتدي نحط زرع. كل الحاجات دي تنفع جوه البيت تقريبا؟ دي تقريبا اصلا كلها زرع اندورز. بيختلف طبعا بقى على حسب هحطه فين جوه البيت. في حاجات بتحتاج، يعني احنا بنقسم الموضوع لو ميديوم هاي اضاءه، يعني اللايت اكسبوجر، فبيبقى على حسب كل سكيما من السكيمات دي بيبقى ليها الزرع بتاعها. اتعلمتي الحاجات دي فين؟ يا اروبا. يعني شويه من الجامعه وبعدين بقى ابتديت انا اقرا. طب اقول لك ايه، عملوا في مصر الجديده حاجه عجباني قوي. انت ساكنه فين؟ في الشروق. طيب في مصر دي عاملين حاجه عجباني انبهرت بيها. في كباري، البوكيتس اللي في الكباري تحفه. دي تحفه فعلا صراحه. يعني والناس قعدوا يهاجموا في الاول ويقولوا هيتبلوا والكوبري هيقع من الميه، وقعدوا يقولوا كده كلام جاهل جدا ومتخلف جدا، وكل شويه اعدي بالذات من الكوبري عند المحكمه. ما هو ده اكتر كوبري فعلا، الزرع فعلا. والزرع بقى زي ما نقول ايه، عصب مع بعضه وعمل شكل جمالي في الكوبري غير
الطبيعي. بالزبط. ده يعتبر اندور ده إيه؟ لا هو دي الجرين وولز احنا ممكن كمان نعملها اندورز يعني حوائط خضراء. حوائط خضراء ودي بتكون كمان حلوه قوي في المكاتب في الشركات لان هي كمان في انواع زرع كتيره قوي. بالظبط في انواع زرع كتيره قوي بيدينا طاقه ايجابيه من فلتره الهواء. يعني في زرع داخلي كتيره قوي بيبتدي ان هو ياخد البنزين اللي في الجو السموك اللي في الجو فالحاجات دي كلها بتعلي نسبه التركيز عندنا. فهي اشاعه شويه ان احنا الزرع جوه البيت بيخلينا نتخنق بالليل واحنا بننام. انت عارفه ساعه حظر التجول انا كذا شهر انا حسيت ان الزرع اللي عندي في الجنينه مبسوط. ده حقيقي مش هزار. انا حسيت ان هو مفيش بوليوشن مفيش عوادم سيارات مفيش الكلام ده كله فحسيت ان الزرع فرحان تماما. مش عارف بقى ده لا وهو كمان هو الموضوع بيتاثر فعلا ان احنا بنديله طاقه قد ايه علشان يدينا في الكومباك بتاعه طاقه. طب انت حافظه كل اسامي الزرع يعني اللي موجودين معانا؟ اختبرني اختبرك. اولا انت جايبه حاجات حلوه قوي وعجبني قوي اللي هم الاطباق اللي فيها الصبار. هم دول اكتر حاجه انا كمان بحبهم لان دول انا اللي بعملهم وهم دول بحس ان هم يعني مش بس يعني هو الطبق ده محطوط فيه كذا نوع. بالظبط. وانت بقى بتقعدي تعالي هاجي الطبق ده فيه كذا نوع مع بعض. بالظبط. انت بقى بتقعدي تشكليهم وتحطيهم كده مع بعض. بالظبط كده تحفه. ودول كمان ينفعوا ان هم يتحطوا بره البيت وجوه البيت. اوكي. واللي بعديها دي ايه دي؟ دي اسمها الوكاسيا. دي كمان نبات داخلي وبيبقى حلوة قوي في المكاتب على في الشركات في الحاجات دي. بصوا حلوه ازاي؟ تجنن. لسه بقول لها سنه 85 من القرن اللي فات ما كنتيش انت اتولدتي يعني. كنت في باريس وكنت في محل بيبيع في كورنر كده في زرع فشفت الزرع دي اسمها ايه الزرع دي؟ ديفنباخيا. مين؟ ديفنباخيا. ديفنباخيا. انا اول ما كنت طفل كان عندي بتاع مش عارف كام سنه يعني ساعتها 15 سنه اول ما شفتها جالي حاله انبهار اشتريتها وخدتها معايا في الطياره ورجعت في المطار قالوا لي ايه ده؟ قلت لهم زرعه قعدوا بصوا فيها كده بس ما عاشتش قعدت سنه وما عادش باظت. ما هي دي بقى بتحتاج يعني هي الديفنباخيا من الحاجات اللي بتحتاج عنايه لا بسيطه جدا. يعني هي بتحتاج ان هي بس ما تنشفش التربه بتاعتها ما تنشفش. أوكي. وان هي كمان ما تاخدش اضاءه زياده. طب قولي ده بقى الصبار ده اللي بيطلع منه الالوفيرا باين ولا لا؟ لا لا دي اسمها جلد النمر او اسمها العلمي سانسيفيريا ودي كمان يعني دي نفس النوع اللي هناك دي. بس دي مش مشبحه زيها. يعني هم نفس الفصيله او الفصيله بس بتبقى انواع بقى مختلفه. حلوه قوي 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 يجننوا بصراحه. ودي ايه دي؟ دي اسمها فيلم فيلون دي سوري انا اسامي صعبه. فيلو دندرون. فيلو دندرون. حتى دي كمان دي الفيلو دندرون دي اولاد يعني دي كمان نفس الفصيله بتاعتها. يعني مش دي بوتس؟ لا دي فيلو دندرون. هي دي هات لي المتعلقه دي الفيلو دندرون اللي متعلقه دي حلوه قوي برضه. هي دي عاده بيستخدموها في بوكيهات الورد. يعني دي بس احنا ضد بقى الفكره دي يعني احنا بنجيب الزرع نفسه. ودي ايه ده؟ دي اسمها براير بلانت. يعني دي واللي وراها دول نفس النوع. الفصيله اسمها كالاثيا. دول الصبح او في الاضاءه بيبقوا مفتحين. هاتلي ده يا جوهر. وفي يعني لما الاضاءه بتبقى اهدى بتقفل شويه. بص ظهرها لونه ايه اصلا؟ حطينا الفيسبوك والانستجرام بقى عشان الناس تكلمها. ودول ايه اللي ورا دول؟ الاثنين دول اللي هي اول واحده واللي في النص دي اسمها رابر بلانت. ودي من البلانتس اللي بتنقي الجو. دي اير بيوريفاير. فدي نقدر نحطها كمان في اوضه النوم والناس اللي بتدخن يعني. بالظبط كده. طيب تعالي بقى الناحيه دي. مش دي قشطه اسمها؟ دي قشطه. ودي بتطلع النبات بجد؟ لا دي مش بتطلع الفتحة يعني هي دي برضو اير بيوريفاير. دي اصلا ناسا بتنقي الجو. بالظبط قالوا ان دي احسن اير بيوريفاير. ودي اللي انت قلتي لي مش عارف اسمها ديفنباخيا. ايه ديفنباخيا. ايه دي بقى؟ دي اسمها زبرينا. دي برضو من نفس العيله بتاعت الكالاثيا. واللي قدامها الباين ستريب نفس برضو العيله دي. بصوا بقى دي حلوه بشكل. لا انت منقيه. ودي ايه دي؟ صبار؟ دي نوع من انواع الصبار اسمه دمعة الطفل. دمعة ليه كده الحزن يعني ده؟ او اسمها جيد بلانت يعني. بس هي كمان معموله بطريقه التقزيم البونساي. وده نخل؟ دي اريكا. دي اريكا؟ والله دي بتكبر بقى. دي بتكبر قوي. وبتقعد تخلف كتير. ايوه. عندي انا واحده منها دي. حلوين قوي استريحي اتفضلي اتفضلي. انت بقى بتبيعي الحاجات دي ازاي؟ عشان عايزين نعمل لك دعايه عشان انت شاطره. هو اول حاجه يعني احنا اكتر حاجه كنت حابه ان انا ابقى بعملها ان ما يبقاش في
اي عائق للسبلاي تشين غير ان هم يكونوا. يعني ايه عائق للسبلاي؟ يعني ان احنا نبقى كل الحاجات اللي بنجيبها تكون من ورش وتكون من مزارع مصريه. ما يبقاش يعني هي كل النباتات دي مش استيراد خالص، كل ده مصري، كل ده مصري، وحتى الفخارات اللي هناك مصري. دي كلها مصري. فهي دي الفكرة الأساسية علشان احنا بنشجع ان ما نبقاش بنحط عائق على البيئة اللي حوالينا. يعني احنا بنشتغل في الزرع فما نأذيش البيئة اللي حوالينا. لا الحاجات حطيته الفيسبوك والإنستجرام حطوه تاني. ودي ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها مدغشقر بارن او باكي بوديم. دي بتكبر؟ دي صبار كمان بتكبر؟ دي في منها بيوصل 2 متر ونص. اوه حلوة. ودي بتتحط برضو يعني تتحط في اضاءة كويسة داخليا. ولو بره البيت بتتحط في مكان شيدة شوية. طيب والزرع ده بقى جوه البيت يعني عشان انا مجربتش بصراحة، ما عنديش زرع جوه البيت، بخاف يبوظ، بس المفروض نسقيه كل قد ايه ولا كل هو حاجة؟ طبعا بتختلف من زرعة للتانية، وبتختلف كمان على حسب الرطوبة ودرجة الحرارة جوه البيت. بس عادة يعني بنقولها كده جولدن كلو، ان نشوف اول 2 انش من التربه. اول لما الاثنين انش دول بالظبط كده، اول لما تنشف ساعتها بنسقي لغايه لما الميه تنزل من ال. انت النهارده شرفتينا نورتينا وميرسي على الحاجات الحلوه دي، فرحتيني يوم عيد ميلادي. يعني كل سنه حضرتك طيب. طيبه والصحه والسلامه. ميرسي جدا لضيفتنا هنا قش، مؤسسه مشروع بذور بلانتنج، على وجودها معانا النهارده وانها حطت لنا زرع طبيعي حلو في 4 شارع الشريف. هنسمعك اغنيه لايقه على الحاجات بتاعتك وبعديها ارجع لكم مع كابتن طلعت. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. يا ورده على كل لكم مره تانية ونتكلم بقى في الرياضه والحاجات الكويسه دي عشان ايه جسمنا يبقى كويس كده وايه نبقى مبسوطين. كابتن طلعت النهارده جاي مبسوط. عيد ميلادك. يا سلام. ده مفيش احسن من كده. يا سلام. طبعا. هو انت عيد ميلادك امتى؟ عدى 1/8. وانا ما كلمتكش؟ لا كتبت لي بوست على الفيسبوك. ايوه. بس محرج. انت برج ايه؟ الاسد؟ يا سلام. طب برج جميل. هو انت عيد ميلادك امتى يا مغربي؟ انت برج الميزان؟ ده انت طيبين قوي وحبيب قوي. بريزين 29. انت برج العذراء؟ انا ما اعرفش. هابي بيرثداي. عشان كده انت منام وتقعد تستف شعرك حته حته. ده حقيقي. تفاصيل لسه كان بيعمل كده. امال انا ما عنديش الموضوع ده اصلا. ليه ما بستفش اي حاجه؟ عشوائي. انا شخصيه جدا، انا شخصيه عشوائيه. انا عارف. كل الناس كل اصحابي على فكره بيقولوا عليا كده، نصهم يقولوا عليا عشوائي ونص يقولوا عليا البطه البلدي. اشمعنى البطه البلدي؟ البيت ما بتحركش. ده حقيقي. انت جاي النهارده تعمل ايه؟ هنتكلم بقى في اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو ايه؟ انا ما فهمتش حاجه. ما انا هشرح لك بقى. بص احنا كلنا عندنا. تعرف تخطف الكاميرا بتاعتك دي؟ ايوه خلاص انت نجم بقى يعني. لو اسمك مكتوب اهو. بص شاور لاسمك واعمل الحركه بتاعت الباي دي وريله الباي. قول بقى اللي انت عايزه. طيب هو في كده حاجه دايما كنا بنتكلم فيها، اي حد بيروح يبتدي الجيم بيبقى عنده حته انه دراعه اليمين مش زي دراعه الشمال. لما بيجي يلعب بيحس انه دراعه الشمال اضعف بكتير من اليمين. دي حاجة ثابتة عند الكل، احنا كلنا عندنا نصنا، حتى البروفايل، حتى
الجزء الوش من هنا مختلف عن هنا، هو النص كامل اليمين غير الشمال. اوريني كده النص ده كده طلعت طلعتي شفت الاختلاف؟ فظيع. خدت بالك؟ فظيع. طب شوف عندي الاختلاف كده ايه؟ هايل. شيكو شيفو احنا ضايعين، معلش معلش سامحونا سامحونا سامحونا. انت اللي قلت ما انا مش بتاخد بالك. انت في ناس دايما بتتصور بالذات البنات اللي هو دايما تتصور بنص معين، هو انا جبني من الناحيه دي ما جبنيش من الناحيه دي، هم كلهم كده. والممثلين بعض من الممثلين والمطربين برضه هم بيحبوا يتصوروا بجزء معين. الناس الفيموس، عارف انت الناس الفيموس دول، عارفهم دول، والانفلونسرز لازم بوز البطه. ساعات كتير قوي يقول لك لا لا ثواني من الجهه دي عشان الجهه دي عندي ضربه، او البوتوكس ضرب الناحيه دي والفيلر ضرب الناحيه دي، خدني من البروفيل ده خرب عليكم. عادي يعني ما تتصوروا من اي بروفيل. حلو. كله خلقه ربنا. قول يا طلعت. طيب فاحنا نصنا كامل كشكل وكقوه مختلفه عن بعض، تمام. نيجي للجزء اللي هو الاختلاف الطبيعي اللي هو النورمال ما بيننا كلنا، ان احنا عندنا نصنا اليمين ونصنا الشمال يعني مش متساويين، في انبالانس او عدم توازن ما بين الجزئين. دي حلها ان احنا لازم نغير في طريقه التمرين بتاعتنا. خلينا نشرح الاول. احنا جوه الجيم بنتمرن باكتر من طريقه. عندنا الاجهزه، الاجهزه دي ما عليها او هي اسهل حاجه في كل طريقه التمرين، لان انت ما عليك ان انت بتقعد يا اما تزق او تسحب، مفيش تكنيك معين بيتعمل بيه، يعني مفيش عضلات مساعده بتساعدك في اداء الحركه ليها. افهمها لك بشكل تاني لما هكمل شرح. العب ظهري مثلا وانا بسحب كده مش المفروض ارجع الورقه؟ لا لا لا، انا بكلمك على انه هي مجرى، هو 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 الاكشن بتاع الحركه ثابت، ما مفهوش توازن زي البار. يعني مثلا البار البار محتاج بالانس، محتاج صح توازن. صح صح صح. الدمبل اصعب بالانس. فانت عندك اول حاجه الاجهزه دي اسهل حاجه، تاني حاجه الوايرات، عارف الواير اللي انت بتعمل عليه باي او تراي ده، تاني حاجه من او اصعب شويه من الاجهزه. تالت حاجة البار عشان بيحتاج بالانس، بس لسه انت ستيل لسه بتلعب بايديك الاثنين مع بعض، يعني الوزنين في على ايديك الاثنين. ونيجي لرابع حاجة اللي هي الدمبلز. الدمبلز كل دراع شايل الوزن بتاعه، مفيش حاجة هتساعد حاجة. بالاعصاب بقى حسب بالظبط ازاي بالعضلة عشان بالظبط. فهي انا بقى بحبش العب غير بالدمبل. في دي حاجة كويسة جدا لان انت بتعمل بالانس، بحس انا لعبت. دراعك اليمين شايل وزنه ودراعك الشمال شايل وزنه. لو انت اعتمدت بس على انت تلعب بالجهاز او انت تلعب بالواير او انت تلعب بالبارات بس، دراعك القوي هيساعد دراعك الضعيف وانت بتتمرن. فالحل بتاعها ان انا ما اعتمدش على نوع معين من التمارين، سواء اجهزه او سواء وايرات او سواء بارات. فلازم تشكل من القصه دي عشان توصل للتوازن العضلي، وتعتمد شويه على فكره ان انت بتلعب بالدمبلز عشان تحقق التوازن ما بين الجزئين، سواء نص اليمين او نص الشمال، تمام؟ نيجي الجزء تاني بقى، انه الموضوع بيبقى ملحوظ. يعني انت لما حد بيقلع بيبقى قالع التيشيرت بيبقى باين ان النص الشمال اكبر من نص اليمين، لانه بسبب الحاجه اكتر من حاجه. رقم واحد تمرين مستمر بشكل قالع التيشيرت. في حلقه مش عارف امبارح او اول امبارح هتلاقوا كلام فيها مش هيعجبكم في الغالب، عشان كنا بنتكلم عن الناس اللي هم اجسامهم كويسه العضلات. أوكي. والطريقه اللي بيتصوروا بيها على الفيسبوك وعلى الانستجرام ويعرضوا بيها اجسادهم. اوكي مش هقول غير كده. دي حلقه دينيه؟ لا مش دينيه. احنا مش انا ما بتكلمش في الدين. امال احنا بنتكلم في يعني من غير زعل. اتفضل. يعني لما نلاقي مثلا واحد بطل او مش بطل وات ايفر وبيروح الجيم وجسمه كويس وكده، واقف متصور في المرايه بالبوكسر ومدلدل بنطلون تحت كده، لا دي حاجه مش لطيفه. مش كده؟ طب كويس انت معايا في ده. برضه في حاجه تانية، لان في صور ساعات بتوحي بتدي معاني مش صح. فاهم. والناس ممكن تعملها. على فكره انا هقول لكم حاجه انا عملتها معايا. ده حقيقي. انا لسه انا مستني بقى ان انت تديني. يعني انا مثلا هو دايما عنده صفحته على الفيسبوك، فكان ينزل ايه؟ هو مش قصده طبعا. مش انا كنت حاطط حد ادمن على ال... هيقول لك ايه؟ جمعه مباركه ومصور عريان بميوه.
فانا بصراحه كلمته قلت له طلعت هو ما يصحش يعني يوم الجمعه يوم مبارك عشان في صلاه الجمعه وفي العيله بتتلم مع بعض وفي ان الواحد بيقعد يقرا قران يوم دي العادات اللي عندنا صح. في بيوتنا فان انت تبقى طالع ملط تقريبا ولابس لي مايو قد كده او لابس شورت قد كده وكل جسمك وعامل لي كده وتقول لي جمعه مباركه ده ما يصحش ده صح ففي الحقيقه اقتنع وفي ساعتها غير كل الصور دي ده حقيقي لان هو مش قصده ففي شباب برضو بيروحوا الجيم ساعات بيتصوروا بعض الصور دي خارج مصر في الغرب بتتصنف تصنيفات وحشه جدا تفهم غلط جدا يعني لما واحد بالذات في 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 وهقولها في صوره معينه اللي هي بتبقوا رافعين التيشيرت وعاملينها من ورا تبقى تيشيرت وكل الجسم باين وتيشيرت على اللي هي ودي في الغرب ليها معنى وانا هقولها واسف ان انا هقول كده ان هذا الشخص مستعد لبيع جسده انا بقولها بالمؤدب جدا فمش صح وفي بعض الشباب كل الاحترام وانتوا على راسنا من فوق بس هم بيقصدوا يحطوا صورهم كده علشان يبقى عندهم فولورز اكتر ولايكس اكتر وشير اكتر على حساب ان هو بيبين جسده فانا اسف انا بقول كده انا هقول لك بس يعني وجهه نظري انا او وجهه نظر انتوا لاعبين انتوا الثلاثه بالظبط دي الفكره احنا جزء من شغلانتنا الماركتنج او التسويق تتسوق لايه يعني هشرح لك انا بقى احنا عندنا في مصر مشكله شويه بانه كان يعني ماشيين بمبدا مش لازم اذكر ايه هو المبدا بس لا قول لا ما قولوا بطريقه زي ما انا قلت اوكي قلت يعني لما بتدخل مكان الجيم ده مثلا وبتشوف حد جسمه كويس تقول هو ده اللي انا عايز اتمرن معاه طيب انا عايز اسال سؤال اوكي انتوا الثلاثه بتطلعوا عندي في البرنامج هنا واجسادكم حلوه تمام هل جسمكم وانتوا لابسين هدومكم مش باين؟ جميل. لازم تقلع؟ لا 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 خالص بس يمكن انا مثلا انا كنت في كومبيتيشن انا كنت بكمبيت بس هو جزء من ده وانت جوه المسابقه اعمل اللي انت عايزه تمام انت جوه المسابقه بس طول النهار تروح طالع من الجيم ومثلا مستحمي ولابس فوطه ومتصور كده في الايه ده لا مش لدرجه الفوطه هو مش ده اللي بيحصل؟ لا في كتير بيعمل كده بصراحه كتير هل ده يصح؟ لا ما يصحش بس احنا بنتكلم في الجزء يعني اللي هو البروفيشنال في التصوير مش الحاجات اللي ليها دعوه بالايحاءات هل طبيعي ان واحد يروح الجيم ويلعب رياضه ويطلع متصور بالبوكسر؟ لا ما بقول لك ده مش هل طبيعي هل لو في بنت بتلعب رياضه مسموح لي انها تطلع بملابسها الداخليه؟ هم بره بيعملوا ده بالبيكيني لا بس اني anyway مش انت اللي انت اللي انت هتقول مش صح للبنت انها تعمله انت مش هتقول التبعيه لازم يكون للرجل طبعا. ما هو ده عوره وده عوره على فكره صح دخلنا في موضوع تاني نرجع لمرجوع لا احنا لازم نتكلم في الكلام ده عشان انتوا ناس بس انا عايز اوصلها لك بس انت دلوقتي لما واحده هتطلع مبينه جسمها هتطلع عوره مبينه عورتها طب ما انت عملت زيها انت برضه مبين عورتك ماشي هي صح ماشي ولو اتكلمنا في الحرمانيه هي على فكره صح بس انا بقول لك بفهمك بس يا مغربي بفهمك احنا او المبدا اللي احنا بنسوق بيه لانه ده مدرب شاطر احنا عندنا في مصر ايوه يا سيدي الفاضل انا كل ده موافقك عليه بالزبط. بس هو في حاجه طريقه التصوير طريقه التصوير وطريقه اسف في اللفظ طريقه التشليح ما هو زي ما ال 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 يعني انت مش ضد مبدا انه حد يتصور توبلس بس يكون مش طول الوقت بروفيشنال في التصوير ومش طول الوقت ومش طول وفي نظره بطريقه معينه وفي ايحاءات بطريقه معينه هم بيعملوها غصب مش قصدهم حاجه وحشه بس انت في مجتمعنا الشرقي انت مش قابلها على الست وما ينفعش تقبلها على الرجل لان زي ما الست في حد ممكن يشتهي ست في ست ممكن تشتهي رجل صح ودليل على كده ايه قصه سيدنا يوسف صح مظبوط صح ولا انا بقول لك كلام يعني القصه عندنا لو دخلنا في الدين القصه وانا ما بحبش الكلام في الدين بس القصه اللي فيها نوع من التحرش هي الجنسي في القران الكريم ست تحرشت برجل صح فاذا زي ما الست بتستر نفسها المفروض الرجل يستر نفسه طيب احنا بقى سيبنا من الموضوع ده ونتكلم بقى ايه في ايه أوكي. طلعت وطلعوتي طلعت ماشي اوكي
فاحنا بنتكلم دلوقتي ان هو لو هو في بدايات ان هو بيتمرن وحس بانه في جزء وجزء مش متناسقين مع بعض او جزء وجزء واحد اقوى من الثاني، دراع اقوى من دراع او رجل اقوى من رجل، المفروض ان هو يتنوع في طرق التمرين، ما يعتمدش على اسلوب واحد في التمرين سواء جهاز او سواء البار او سواء الوايرات او الدمبل، لازم ينوع من ده ويعتمد لجزء كبير منه في التمرين بتاعه للدمبلز. لكن لو احنا بقى خلى الموضوع بقى ملحوظ، يعني لو انت بقيت باصص المرايه، يعني انت الشخص الطبيعي انت عمرك ما هتلاحظ، يعني انا ما لاحظهاش عليك الا لما تقول لي الفروق، تقول لي بص كتفي الشمال عن كتفي اليمين عامل ازاي، هبتدي الاحظ. لكن انت اللي حاسس الموضوع ده. طب انت ملاحظ ايه؟ لا دلوقتي مش ملاحظ حاجه. لا طب اهو الشمال اعلى من اليمين صح؟ اه اهو من غير مقلع. لا عادي يعني من غير مقلع عادي يعني. صح. فهي هي هي بقى الموضوع في انه لو حد ركز هيبتدي يلاحظ، لكن في حاجات بتبقى ملحوظه ان عنده دراعه الشمال اكبر بكتير من دراعه اليمين. ده ناتج بقى لان هو طريقه التمرين كانت بتبقى غلط، ناتج لانه دايما بيعتمد في حياته اليوميه على ان هو بيشيل حاجات دايما بايده اليمين وجزء الشمال لا. بيعتمد ان هو مثلا في ناس لا قدر الله بيبقوا بيقعدوا فتره مجبسين دراعهم او مجبسين رجليهم، فبيحصل جزء من الدمور. بدوي انا ده حصل معايا. انا قعدت عملت دراع اليمين لما عملت حاسه في 2016، قعدت فتره طويله جدا بتعافى منها، وحصل جزء من عدم التوازن ما بين النص اليمين والنص الشمال. هو انت زي الفل اهو. اه دلوقتي الحمد لله ربنا رجعت تمام. فهي دي البوينت بقى، ان انا ابتديت ان انا اعتمد على طريقه التمرين في ايه؟ دراعي الضعيف اللي هو اليمين، بدات ان انا العب بوزن، حتى لو انا هعتمد على ان انا هلعب بوزن 5 كيلو. والدراع القوي اللي هو قادر يشيل 50 كيلو بلعبه نفس ال 5 كيلو على الدراع الشمال. اوكي. تمام؟ مع مرور الوقت الخمسه دي بقت 10، فبرضه هنقلها للدراع الشمال القوي. مع مرور الوقت هتبقى في توازن، بقت دي تشيل ال 50 كيلو وبقت دي تشيل ال 50 كيلو. فهي دي ده جزء مهم جدا للناس، لو هو حاسس ان انت دراعك في مشكله، دراع اقوى من دراع او رجل اقوى من رجل، هنعتمد في ان احنا نشتغل حاجه بيتقال عليها سنجل ليج او سنجل ارم، ان انت تلعب بدراع واحد او تلعب برجل واحده. اوكي. بس فهي دي انتوا هتلعبوا دلوقتي؟ هنعمل هنعمل النهارده كتاف. دي معانا النهارده بعيد لا 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 مع بعض على النهارده ما ينفعش، دي ثالث حلقه سجلها النهارده. انت انت ماشي نعمل لكم مزيكا؟ اه يلا مزيكا يا اولاد، عشان طلعت وبريزي ومغربي هيلعبوا واخرهم يلعبوا بازاز المايه عشان هما مفيش غير كده. خدتوا بالكم الحركه الاخرانيه؟ قعدوا يسلموا على بعض كده دوت ايه؟ قال يعني طايقين بعض اصلا. بس هما بيحبوا بعض. فعلا بيحبوا بعض مش هزار. الحمد لله. ما عندهمش حته الغيره دي خالص، ودي حاجه تحترم فيهم. الحمد لله. شرفتونا ونورتونا حبيبي، اشرفكم سلطان طيب يا حبيب قلبي. وانتوا معايا دايما سعيد يا حبيبي، يا رب دايما يا حبيبي مع بعض ان شاء الله كده قريب يقعدوك 48 سنه زيي. ده خلاص قربت، انا عن نفسي قربت. انت عندك كام سنه؟ 31. انت يا ولد انت عندك كام سنه يا ولد؟ بلاش تعرف تديني كام سنه؟ 22 3 25 بريزي هتم ال 4 يا حبيبي. 24 24 يعني كام؟ 48. يعني يا بريزي لما انت اتخلفت كنت انا قدك. تصدق بايه؟ يخرب عقلك، ده انت تقول لي يا ابيب جد ولع. حط بقى ال 24 بتوعي ال 25 بتوعي. اها هيبقوا انا. هيبقوا هو. روح. هو عليه سنه. يلا يا ولا يلا يا ولا روح يا ولا يلا يا ولا روح يا ولا. يلا بشكركم وشرفتونا ونورتونا، وبشكر كرو برنامجي مره تانية على التورته الحلوه اللي فاجئوني بيها النهارده، وعلى الكليب اللي عملوه في البدايه، ويا رب دايما متجمعين في احسن حال، وربنا يدي الصحه لكل الناس وكل اخواتي في البشريه على هذا الكوكب، اشوفهم في احسن حال. شكرا لكم، باي باي.